يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. نبتدي بقى حلقتنا ونتكلم. بدايه خلينا نعلن عن نتيجه افضل ثلاث لاعبين من اختيار جماهير النادي الاهلي في ماتش الاهلي وصني داب. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم يمكن المباراه ما كانتش ممتعه، لكن على العكس من ده تصويت الجمهور يمكن كان اكثر سخونه من الماتشين الاولانيين، ماتش المقصه وماتش المحله. في مباراه صني داب فاز بالمركز الاول حسب تصويت الجماهير طبعا أليو ديانج نجم خط وسط النادي الاهلي بعد مباراه اكثر من رائعه، واعتقد ان جزء كبير من تصويت الجماهير كان بسبب الهدف اللي حسم به النادي الاهلي المباراه واللي احرزه أليو ديانج. في المركز الثاني جه نجم خط الدفاع طبعا، والصفقه الحقيقه اللي كتير من الناس اشادت بيها السيزون ده في بدايته، كابتن بدر بانون احتل المركز الثاني في تصويت الجماهير. وفي المركز الثالث الحقيقه كان برضو واحد من نجوم المباراه كابتن حمدي فتحي، واللي ماتش بعد او مباراه بعد مباراه تحس انه حمدي مركز جدا وبيرجع الحقيقه لمستواه فيما قبل طبعا الابتعاد عن التشكيله الاساسيه. دول الثلاث لاعبين اللي فازوا بالمراكز الثلاثه الاولى، واعتقد بعد ثلاث مباريات خليني اقول انه لسه ما فيش حد قادر يفرق. يعني احنا اتفقنا انه في كل مباراه هنختار ثلاث لاعبين، صاحب المركز الاول بياخد ثلاث نقاط، وصاحب مركز ثاني بياخد نقطتين، وصاحب مركز ثالث بياخد نقطه واحده، والنقاط دي هتتجمع على مدار الموسم. لكن النهارده في لما نيجي نبص بقى بعد ثلاث مباريات في المركز الاول هنلاقي في اكتر من لاعب بيتنافس، عشان كده بتيجي جدا اهميه التصويت في ماتش الاهلي والاتحاد. يعني اعتقد انه الفائز بجائزه افضل لاعب في شهر ديسمبر هيتحسب من خلال تصويت حضراتكم على افضل لاعب في مباراه الاتحاد، واعتقد اللعيب اللي هيقدر ياخد اكبر قدر من النقاط المركز الاول طبعا هيقدر يفرق بشكل كبير جدا على كل اللاعبين الموجودين في دائره الضوء زي ما بيقولوا لغايه اللحظه اللي احنا فيها. بعد كل مره بنعلن النتيجه بسالك كان انت بقى ايه رايك؟ أنا أعتقد يعني انت مع ديانج وبدر بنون وحمدي فتحي بنفس الترتيب؟ بصي انا عايز اقول لك انه عشان برضو ما نظلمش بقيه فرقه النادي الاهلي، في ناس كتير جدا كانت قريبه، يعني اكرم توفيق كان داخل بقوه، محمد شريف كان داخل بقوه، كهربا كان داخل بقوه في عمليه التصويت. ايوه رايك بقى؟ لكن انا بشوف انه ديانج، يعني ديانج اللي برضو في كل يعني مباراه يعني انت تمام لا في كل مباراه بتبقى في الاجابه واضحه مش محتاجه. يعني الماتش اللي قبله لما قلنا محمد شريف كان الحقيقه في اجماع كبير جدا طبعا من الجمهور على محمد وأنا شريف. وانا بقول لك المره دي في اجماع كبير من معلول، من اول ما السؤال نزل على معلول ان هو هيبقى التوب. لسه هنشوف طبعا الاتحاد. لسه بدري على ماتش الاتحاد. هو الحقيقه ماتش الاتحاد انا يعني شايف لعيبه كتيره جدا تستحق، يعني الشحات من اول ما نزل قدر، عارفه اللعيب لما بيبقى جاي من بعيد بيبقى صعب شويه عشان يدخل وياخد حساسيه الماتشات، لكن الشحات كان فورمه جدا وحاطط جون ولا اروع وعامل اسيست ولا احلى. طاهر طبعا لغايه هنطمن عليه طبعا النهارده مع حضراتكم، طاهر لغايه لما خرج كنت تحس انه ابتدى يخش، يعني طاهر كان غريب شويه الماتشين اللي فاتوا، لكن غريب على فرقه الاهلي اقصد اقوله طريقه اللعب، لكن امبارح تحس انه طاهر جاي يقول لا انا خد ثقه على فكره اكتر يا احمد، وكان بيقدر ياخد الكوره من نص ملعبنا لنص ملعبهم بسهوله. كان الاختراق اللي عمله يا ساره كان في ثقه في الاسيست بتاع الكهرباء الجول الاول. هو ده طاهر محمد طاهر، دي حقيقة. يعني هي دي كوره طاهر محمد طاهر، وان شاء الله باذن الله يرجع لنا بسرعه ومستنيين منه كتير. محمد شريف والتفنيشه بتاعته علوله طبعا، والاسيست العالمي اللي عمله الاكرم توفيق، والاكرم برده حاطط جون ولا اروع الحقيقه، متواجد في مكان صح مخلص الكوره فامبارح هيبقى في حيره شويه مين افضل ثلاث لاعبين في ماتش الاهلي والاتحاد.